يا الله، السلام عليكم شباب. شباب، اليوم فيديو ان شاء الله للفائدة، شرح عن عش الفنجز او اي طير او الجاوة او اي طيور اللي تسوي اعشاش عدا الغندور. شباب راح اشوفكم احسن شيء نستخدمه العش الفنجز حتى ما يصير بالافراخ فاش او يصير بها بكتيريا او تموت، لانه هواي من الافراخ جاي تموت بسبب الاختيار الغير مناسب للمادة اللي تبني بيها لطيور عشها. فان شاء الله راح احاول افيدكم بهاي الشغلة عن تجربة شخصية امانة الله. خليكم ويانا، راح اكمل لكم الفيديو. شباب، هاي المادة ما النخل، خيش او كيفك انت شو تسميها، سميها التسميات تختلف. المهم هذا مو موضوعنا التسمية، بس هاي شباب اول شي تاخذها تغسلها بمي حار وتعقمها، والنوب تشرها على الشمس تنشف النوب، بسويها بهاي الطريقة. شوفوا شباب، هذا ارقى شيء للفنجز، لا تشتري حتى للكناري شباب، حتى الكناري، حتى الجاوة، حتى الطيور، اي طيور يسوي عش، وحتى البلبل يبني بيها، حتى بالطبيعة البلبل يبني بيها. فشباب هاي احسن مادة البناء العشاش، ودافية تكون يعني بالشتاء اذا انغسلت، وهاي ان شاء الله ما يصير بها. وهاي المادة شباب، هاي المادة ما يصير بها فاش ابد ابد، ما يصير بها فاش، سبحان الله من الله. بس تحاول تغسلها، خاف بها بكتيريا، بها حشرة ضارة بها هاي، وتقدمها للطيور. هذا الفيديو سريع شباب للفائدة، اتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس ان شاء الله حتى يوصلكم كل جديد ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا.